طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. كما كتشوفوا مسيرة نسائية، مسيرة خرجت في 8 مارس اليوم العالمي اللي كيخلد الذكرى ديال المرأة، اللي للأسف جات هذه الذكرى على غير كل سنة. جات 8 مارس والمرأة في العالم العربي خصوصا في فلسطين، المرأة الغزاوية تتعرض للتقتيل والاضطهاد في عيدها في 8 مارس. جينا كنقولوا أوقفوا هذا العبث، أوقفوا هذا العبث. جينا كنقولوا يسقط التطبيع، يسقط التطبيع لأنه الشريان للكيان الصهيوني. أوقفوا هذا التطبيع، وكما قلت التطبيع أسقط شعبيا، والدليل هي خروج هذه المسيرات وهذه الانتفاضات. أوقفوا التطبيع مع الكيان الصهيوني، افتحوا المعابر، فغزة تقصف بالنفط العربي. أيها الأوغاد، غزة تحاصر عبر المعابر العربية والإسلامية. احنا مقبلين على رمضان والمرأة الغزاوية كتاكل ورق الشجر وربط على كرش الحجر متجوع. كفار قريش للأسف كانوا عندهم حمية أكثر من الحكام ديال العرب اللي كيشوفوا هذه المجازر ولم يحركوا ساكنا. كفار قريش أنهوا حصار شعب أبي طالب، ونحن نسمع ونرى ما يتعرض له الشعب في فلسطين، وحنايا كنشوفوا ملهيين في السفوف وشباكية. عار علينا هذا الانبطاح، عار علينا هذا الخذلان. تحية للمرأة الغزاوية وللمرأة العربية في 8 مارس، دمتي رائدة. كنقولها وكنعاود نقولها، المرأة الغزاوية يجب أن تدرس، ولكن حنا للأسف كندرسوا غير الشطاحات، كندرسوا غير الراقصات. المرأة الغزاوية كانت ولا زالت هي الرمز للصمود وللتضحية. عاشت المقاومة، وإنه لجهاد، نصر أو استجهاد.